مرة أخذني معه يوصل زلمي معه بنت عمرها شي 16 سنة بيسلموا إياه الزلمة وعمي بيعطيه مصاري. أنا كنت واقف ورا الشجرة مراقب إذا جاي حدا من بعيد. ما هيدي كانت شغلتي. بنت كانت عم تبكي وتصرخ. فجأة خزق لها تيابها وصار يغتصبها قدام عيوني. هو كان يحب يعمل هيدي الشغلات بالحرش مش بالبيوت. كلب خطي بس خلص منها قال لها روحي. مشيت صوبي ومدممي ومخزق وعم بتصرخ وتبكي. بس صارت حدي غفلتني قشطتني الباروده وقوست حالها براسها. طرطشت لي وجهي دم. خفت كثير صرت ابكي وصرخ. بيجي رفعت مثل الاخوات بيتركها على الارض وبياخذني على النار بغسل لي وجهي وتيابي من الدم وبيقول لي اذا بتفتح تمك قدام حدا بدي اقتلك. وبعدين شو صار بالبنت؟ عاشنا جورة كبيرة ودفناها تحت التراب. ما حدا سأل عنها. شفت راسها عم ينفجر قدام عيوني عمي. شفت راسها عم ينفجر قدام عيوني عمي. انت ما خصك حبيبي، انت كنت ولد صغير، ما كان فيك تواجه، ما كان فيك تحكي شيء، حتى لو حكيت يمكن ما حدا كان صدقك. لكن عمري 10 11 سنة. كان عمري 10 11 سنة كان رفعت يجيب البنات المشردين الفقارة المعترين يغتصبن قدام عيوني. لك انا كنت مشارك بالجريمة، انا كنت مشارك بالجريمة، مش عم تفهموا علي. لو وقتها خبرتكم ما كان صار فيها البنت هيك. البنت كانت حلوة كثير عمي. كانت كثير حلوة، عيونها خضر بيضبوا. قبل ما تقوس حالها كانت عم تطلع فيي مثل ما طلعت فيي ليلى امي. خليل خليل يا حيوان يا رفعت. ليك هيك تموت يا ناد، يا ريت هيك تموت يا ناد. ليه حيوان يا رفعت؟ انا بدي انتقم منه، انا بدي اقتله بايدي. أنا مش هون. وين كنت هلا؟ وين كنت؟ هيدي هي الجريمة، هيدي هي الجريمة اللي حكى عنها فريد لعليا، الجريمة اللي صارت بقلب البيت وبقلب العيلة. وأنا كل الوقت عم لومك يا فريد، كيف عم بتدافع عن ابنك؟ أتاري ابنه مظلوم من اللي كان عم بيشوفه من رفعت قدامه، من اللي كان عم يعملوا فيها الحيوان. لازم يسافر خليل، مش لازم يبقى هون، لازم يسافروا، مش لازم يضل هون وذكرياته البشعة. لازم يسافر. إذا بتحكي كلمة بقتلك. إذا بتحكي كلمة بقتلك. كيفك؟ منيحة. حابب أحكي معك شوي، تروحي نقعد بشي مكان؟ يا ريت، بس معزومه على العشاء عند عليا ببيت النهر. ايلا دقت لي مصره تفرجيني المجروحه الجديده. مهضومه كثير البنت مع انها صغيره صح؟ ايه زغطوره عيوله. قد ايه عمرها؟ خلقين على راس السنه، هي صاروا 7 سنين. ما
هودي أكلات أم ليلى؟ أكيد أكلات أم ليلى طيبين كتير. عبير بليز بتطلعيون يغسلوا إيديون وبعدين ترجعي تنزليون. يلا أكيد. شكرا. لازم نجيب خدم على البيت وعشية لمتة طيبة وشوفير وجنيناتي. لشو كل هول؟ لأنه أبو ليلى وأم ليلى بدو يروحوا لعند أمك وخيك على البيت. أنت ما بتطلبي شيء أنا بمدفز لك إياه. طلبت أهلك يكونوا مرتاحين وأنا رح خليهم يكونوا مرتاحين للآخر. والسندات رح أعطيك إياهن وبتخديهن وبتخزيهن قدامهم ساعة اللي بدك. أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك، عن جد كثير ممنونتك. أوعى تقولي هيك مرة تانية، أنا وياك شخص واحد، أنا بدي بس تحبيني. أنا بدي تحبيني. أنا بحبك كثير، أصلاً أنا ما بقى فارقة معي بالحياة غير أنت والولاد. من قلبك. أكيد. رح أطلع أغسل إيدي وأرجع.